مساء الخير على الطيبين في كل مكان، وتحياتي لكل واحد فينا لسه مثبت في أخلاقه رغم المسخ المحيط بينا، مثبت في قيمه رغم انهيار منظومة بنعاني منها كلنا، ومثبت في حلمه رغم الصعوبات اللي بتقابلنا كلنا في الحياة وبلا استثناء. أيوة، كل ده بيقول إن الحياة مش سهلة، إن المقاومة للسيء مش بالوراثة، إن مكافحة آفات النفوس في شياطين الإنس والجن مش قضية عابرة. البعض بيفتكر إن السيء في زماننا بس، إن الخير كان موجود زمان وراح مع ناسه، وده مش حقيقي، لأن الدنيا من يوم ما ربنا خلقنا وهي دار ابتلاء، دار اختبار بين الطيب والشرير، بين الخير والشر. من يوم ربنا ما خلق البشر والمعركة موجودة بين إبليس والإنسان، ويا بخته اللي يقدر يثبت وما يضعفش. آدم ضعف وما كانش عنده عزم يقاوم بيها أو يقاوم بيه وسوسة الشيطان، أكل من الشجرة هو وحواء. قابيل ضعف وقتل هابيل وصدق وسوسة إبليس إن ربنا بيفضل هابيل، بينما إن قابيل ما سألش نفسه هو أنا غلطت في إيه؟ قصرت في إيه؟ عندي مشاكل في إيه؟ قابيل ما قيمش نفسه صح، قابيل ادى لنفسه الحقيقه بضيق افقه مكانه اكبر وقيمه اكبر وقتل هابيل. اهل نوح استسهلوا السخريه منه، استسهلوا التريقه عليه وهو مصدق يقينه بالله. اخوات يوسف غاروا من محبه ابوهم لاخوهم، وكان الاختيار بين القتل والرمي في البير. زليخة مرات العزيز استسهلت الغواية والحرام ومشيت ورا شيطان النفس. المسيح خانوا الصديق. حتى أيام النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش مجتمع المدينة المنورة هو اليوتوبيا، يعني ما كانش مدينة الفضيلة. والدليل حادثة السرقة لواحدة من أشراف القبائل وإصرار النبي أنه يقيم عليها حد السرقة، يعني كان في سرقة. الحادثة اللي راح للنبي واحد يعترف فيها بالزنا، يعني كان في فاحشة. أيوة، الدنيا من يوم ما ربنا خلقها هتفضل دنيا، وحيفضل فيها الخير والشر، الطيب والخبيث، والقيم والانحطاط والابتزال، ويبقى على كل واحد فينا أنه يختار عايز يكون إيه، عايز يكون مين. وما ربك بظلام للعبيد، هو سايبك تختار، هو سايبك تمشي في السكة اللي انت عاوزها وتسمع كلام اللي انت عاوز تسمع له. كله متاح يا مواطن، وانت بإيدك الاختيار، بس الحساب عنده هو مش عند حد تاني. محدش يمتلك صكوك الغفران، لانه الحقيقة مش ظلام للعبيد. ما هو لو ربنا هيختار لنا او يفرض علينا الاختيار في اي شيء أو طريق أو أسلوب، يبقى هيحاسبك على إيه؟ إداك العقل ده ليه؟ اتكلم عن النفس اللوامة ليه؟ ويوم القيامة هيحكم بينا في إيه وإزاي؟ أيوة، الآية الكريمة بتقول ويوم القيامة يحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. آية كريمة بوصف المنطق جامع مانع، بتقول ثلاث رسائل في اختلاف طول الوقت. توقيت الفصل والحسم في الاختلاف هو يوم العرض عليه. الفاصل والحاكم الحقيقة في هذا الاختلاف هو ربك وربي. يبقى أنت مين؟ يبقى أنت مش حكم على حد، وما ينفعش تاخد مكان ربنا. يا ريت نعيش بشر يفصل الحقيقة بينا على الأرض دولة القانون الناجز مش الشامخ. في الدول النهضة قانون ناجز، ما اقدرش اقول عادل، لان العدل اساس القانون واساس وجوده، ما ينتفي صفة القانون. اما بقى الشموخ ده الحقيقة فده مش من المنطق خالص. مفيش في العالم حاجة اسمها قضاء شامخ، في قضاء ناجز يحقق العدالة والامن للمجتمع ويحقق سلامة المجتمع. أما بقى ما عدا ذلك فهو بيد الخالق، علشان كده ملكش دعوة خالص أنا ديني إيه وهو بيصلي ولا لأ، وهي صامت رمضان كله ولا يعني نص نص، واللي هناك دي مش محجبة ليه؟ ما تبصش على إيد اللي جنبك تشوف الصليب المدقوق عليها، وما تسألش عن الاسم كامل علشان تعرف هو في أي فريق. انت مين اداك مكان ربنا؟ مين قالك انك معاك توكيل حساب؟ مين فهمك ان صكوك الجنة والنار بتتوزع على ابواب الكنايس والجوامع؟ خليك في نفسك، ركز معاها قوي.
ادي الدنيا كلها وناسها الطيبين وبس كل المحبة. اسأل ده طيب ولا شرير، فاسد ولا صالح، غير كده ملكش حاجة عند أي حد، ملكش أي حاجة غير فقط المعاملة الطيبة الإنسانية. افتكر إنك إنسان يا طيب في دنيا لم تتصف بالعدل من يوم ما اتخلقت، وركز إنت عاوز دايما تكون في أي صف، في أي مكان، مع مين. ده اختيارك إنت، مش اختيار أنا، مش اختيار حد تاني، مش اختيار اللي حواليك، علشان يوم القيامة إنت اللي هتشهد على نفسك، محدش تاني. ومحدش هيقولك إنت اخترت ده ليه هنا في الدنيا، لكن تتحاسب عليها في الآخرة عند ربك وربي. هو ده القوانين العادلة، هو ده قانون ربي، محدش له فرض على حد، لا في دين ولا عقيدة ولا فكر، وكل واحد متعلق من عمله. نشوف الفيلم ده.จะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดأنا متهيألي لو شفنا الفيلم ده مليون مرة الحقيقة مش هنمل منه، لأنه تلخيص لحياتنا في الحياة. هكذا يا سادة بنقول ونكرر، العطاء للحياة اختيارك لفريق الخير. مش محتاج الحقيقة إنك أنت تكون معاك فلوس كتير، لكن محتاج إرادة. مش مطلوب فيه تصنيف الناس إلا على أساس الطيب والشرير، الفاسد والصالح، غير كده مش مطلوب. ومن هنا من الإنسانية وفهمها الحقيقي، خلينا نروح لجزئية تانية أهم، أخلاقك وألفاظك. إذا أقرينا إن الاختلاف أمر واقع في الحياة، زي ما في شمس وقمر، ليل ونهار، طويل وقصير، تخين ورفيع، إذا لازم نقرب حاجة تانية أهم، إزاي نختلف. الاختلاف مش شتيمة ولا تطاول ولا ابتذال، الاختلاف رقي حتى مع أعدائك. والمبتذلين في الحياة برضو لازم تتعامل معاهم برقيك انت وأخلاقك انت.
اختلف ما شئت يا أخي، لكن ارتقي على قد ما تقدر. عبر عن نقدك ووجهة نظرك بمعلومات، واسمع ورد، ما تبقاش قناة إرسال لقذائف تطاول لمجرد إرهاب اللي قدامك وإشعاره بالعجز. أيوة إرهاب، أصل الإرهاب مش بس بندقية وقنبلة مع متطرف ديني أو فكري، الإرهاب كلمة مبتذلة وتهديد بأن يوم الحساب جاي لكل مخالف ليك، والاتنين زي بعض. أيوة الاتنين زي بعض للأسف. مدعي التدين ومدعي الديمقراطية ما بيحبوش حد يخالفهم ولا ينتقد رأيهم، يحبوا طول الوقت اللي يقول لهم أمين، علشان كده بيتحدوا في مواصلة المعارضة لأهداف وبعدين يفوقوا للخلاف ما بينهم. ده اللي حصل واكتشفناه في 2011 للأسف، واستمر لحد دلوقتي. المعارضة للمعارضة، التطاول بأحط الأوصاف لإرهاب اللي قدامك علشان تخرسه، ما ينطقش، يخاف يقول رأيه، مع أن فولتير واحد من أهم الفلاسفة اللي دفعوا عن الحرية والرأي قال: قد أختلف معك ولكنني مستعد لأن أدفع عمري ثمنا لتعبر عن رأيك. أيوة الحرية مسؤولية، مش تطاول وإسفاف وابتزال. الغريبة أن اللي بيتطاولوا حاليا اللي بيدعوا التدين، رغم أن المفروض هم أكتر الناس اللي عارفين أن الكلمة الطيبة شجرة طيبة، واللي مدركين لموعظة الخالق للنبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكمان اللي بيدعوا الليبرالية رغم علمهم بمقولة فولتير، ده له فرضنا علمهم الحقيقة بيها، تبقى الكلمة إيه؟ الكلمة أمانة، والحرية مسؤولية، والمناقشة المحترمة حق مفروض للجميع. ده المفروض نتعلمه، علشان الابتزال عمره ما هيوصلك لحاجة. الابتزال يفقدك اللي حواليك، ويفقد المجتمع احترامه لذاته، ويفرض في المجتمع ثقافة القبح. أيوة ثقافة القبح. يبقى عندنا الابتزال في اللبس، والابتزال في الفكر، والابتزال في المنطق، والابتزال في الشكل، والابتزال في الحياة، والابتزال في التعامل، ويسود الابتزال يا سادة. احنا مش عايزين ده، لان مش من مصلحة حد انه يحصل ده. الابتزال الحقيقة لا يعبر عن الحرية، ولا يعبر عن الديمقراطية، ولا عن حتى الدعوة الى الاصلح. الابتزال ملوش أي معنى في المجتمع، والحرية مسؤولية. Hello there and welcome. Come here. Do you want to know what the key to freedom is? You really want to know? Come here. It's responsibility. That's right. Responsibility is actually the key to freedom. And we are not raised to take responsibility for our own results. Do you know, George Bernard Shaw said, people are always blaming circumstances for their results they get in their life. He said, I don't believe in circumstance. The people who get on in this world are people who get up, look for the circumstances they want, and if they don't find them, they make them. You've got a link here with an article I wrote on responsibility. I want you to read it. I want you to put it in a file and take it out and read it once or twice a month. We are definitely responsible for every result we get. We're responsible to other people, not for them. We're responsible for ourselves. You'll often find a parent stewing and worrying, and they feel so responsible for their child, and their child is 40. They're not responsible for that person anymore, maybe until they got to the age of reason. The person's responsible for themselves. You're responsible for your results. I'm responsible for my results. I want you to take the next 5 minutes, download this article on responsibility, and then I want you to read it and really think about it as you go through the day. Think of what you are responsible for and make up your mind just like that. You're going to change it. 6 minutes is a great program. You know why? It gets me on the right track. It gets you on the right track. And we can share it with other people. Remember, if you only share it with 4 people, it's paid for. You never have to pay for it. It's such a good concept. I am so grateful for this idea. And I take responsibility for giving you the best I've got. You take responsibility for giving the best you've got.
أيوة يا سادة، أنت مسؤول عن تصرفاتك، فما تعلقش نتائج اللي بتوصل ليه على شماعة الظروف أو الناس والمجتمع والناس. أنت مسؤول، راجع نفسك وغير حياتك. وأول طريق التغيير إنك تعرف نفسك وتفهمها وتعرف نواقصك إيه، وده مش عيب بالمناسبة، وتحاول تعالج النواقص دي. الحقيقة كل واحد فينا ربنا إداله 24 قيراط. كان دايما أبويا يقول الجملة دي، كل واحد فينا حياته كاملة أين كان النواقص اللي فيها، بس الشاطر اللي يدور على العيوب اللي فيه ويصلحها، الشاطر اللي يشوف نفسه بحجمها، الشاطر اللي يعرف هدفه في الحياة، الشاطر يعرف إن الحرية تعني المسؤولية. الحقيقة بوب بروكتر كان بيتكلم دلوقتي على جزئية مهمة قوي، إن مسؤولية كل واحد فينا في أفعاله اللي هو بيقوم بيها وبتأثر على غيره أو بتتفاعل مع غيره، وهو كمان في غيره بيأثر فيه وبيتفاعل معاه. بس إياك تعلق فشلك وتعلق نتائج أفعالك على غيرك، علشان ده مش هيوصلك لنتيجة. هتفضل طول الوقت تلف في دايرة مفرغة بتدور فيها تعلق شماعة فشلك ونتيجة تصرفاتك على مين. علقها عليك انت وخلي عندك الشجاعة الكاملة. تحياتي، ونكمل بعد الفاصل. تحية لكل الطيبين اللي بيتفرجوا علينا او بعت لنا رسائل. الحقيقة اللي بيشرب قهوة اللي بيشرب شاي، لكن العزيز أحمد عبد المجيد بيقول الحرية مسؤولية والتزام، والمعارضة ليست مطاردة الرأي من أجل مجرد الاختلاف. ما أجمل أن نعارض ولكن في الاتجاه الموحد نحو التغيير. أنا موافقة على العبارة دي. أيوة، أصل المعارضة دي مش شيء سيء، للأسف هي فقدت معناها الصحيح في مجتمعنا في الفترة الأخيرة، لما فقدت الهدف، لما فقدت النية الصحيحة. المعارضة دي معناها أن أنا مثلاً خليني أحكي لكم حكاية الفيل. في يوم من الأيام مجموعة من الناس في أوضة ضلمة وفيل، دخلوهم على الفيل ده وطلبوا منهم وصف الكائن اللي قدامهم، إيه هو الفيل والدنيا ضلمة خالص. ففي ناس قالت ده الفيل ده عنده زلومة طويلة، وفي ناس قالت لا ده الفيل ده عنده ودان كبيرة، وفي ناس قالت لا ده جلده خشن، وفي مجموعة تانية قالت لأ ده عنده ناب. لكن الحقيقة إن الفيل كل ده، الفيل كل ده. أنا عينيا بتجيب جزء من الصورة، وحضرتك عينيك بتجيب جزء من الصورة، بس لازم نبقى شايفين. يعني لازم تبقى الرؤية واضحة، لازم تبقى الكشافات مبينة، ولازم تبقى النية صادقة في الوصف والتحديد. الموضوع إيه قضيته؟ ايه كنيته؟ يعني في لحظة اعترف واقول لحضرتك انا مش شايفة، قول لي انت شايف ايه، فتبقى واثقة في اللي انت شايفه. دي جزئية مهمة قوي، الثقة ما بيننا، والصدق في التوصيف، والصدق في الاختلاف، علشان يبقى الهدف الاصلاح مش الهدف الهدم. وده موضوع كبير قوي. القضية المثارة مجددا الأسبوع ده هي قضية تيران وسنافير، بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثة اللي فات برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وقبول الدعوة شكلا، طبعا رفض البطلان الاختصاص ده من قبل النيابة أو الحكومة، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وبين السعودية، والموقعة في إبريل 2016، إبريل اللي فات، وكانت متضمنة الحقيقة قبول مصر تنازلها عن سيادتها عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مع ما ترتب على ذلك من أثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهم، وحظر تغيير وضعهم بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة. ده الحكم بنصه بمنطوقه. الحقيقة لا ينص على الإطلاق الحكم في موضوع الملكية، يعني الحكم ما تداولش صحة الملكية من عدمها، لكن الحكم بيتكلم على إجراءات وفقا لمنطوقه برضو. ده الحكم يا سادة بهدوء اللي تحول بمجرد إعلانه لخناقة.
ما بين المؤيد للفكرة والمعارض ليها بغض النظر عن حاجات كتيرة قوي. ممكن أتفهم الغيرة على الأرض وأتفهم الخوف على المصلحة العامة، لكن عمري مش هتفهم أبدا حكمنا على الأمور منطق الهوى والرغبة في إثبات صحة الرأي أيا كان هو صح ولا غلط. احنا الحقيقة اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، لكن خلينا نلخص الحكاية في الفيلم ده ونرجع نكمل تاني. الحقيقة تيران وصنافير ملخص لحدوتة ما فيهاش كل التفاصيل، لكن فيها على الأقل تواريخ وعناوين. جزيرة تيران وصنافير تقعان في موقع استراتيجي في البحر الأحمر عند مدخل خليج العقبة. بعد النكبة طلبت السعودية من مصر أن تقوم بحماية الجزيرتين أمام التهديد الإسرائيلي. مصر أعلمت مجلس الأمن أن الجزيرتين تخضعان لها منذ اتفاقية تقسيم الحدود بينها وبين العثمانيين، والسعودية أرسلت برقيات إلى الأمم المتحدة تؤكد على حقها فيهما. إسرائيل احتلتهما أثناء العدوان الثلاثي واحتلتهما مرة أخرى مع النكسة. اتفاقية كامب ديفيد تضع الجزيرتين في المنطقة جيم منزوعة السلاح، وهما تقعان تحت إشراف قوات دولية. صدر قرار رئاسي مصري يبين خطوط قياس الحدود البحرية، واعتمدته لجنة تعيين الحدود المصرية السعودية عام 2010 لتقرر بعد 6 أعوام أن تيران وصنافير سعوديتان. دي الحدوتة الحقيقة ناقصها تفاصيل كتير، من بينها ليه مصر فرضت سيطرتها على الجزيرتين سنة 1950، والكلام ان السعودية لم تكن دولة بالمعنى الحقيقي في التاريخ ده. ده السؤال اللي بيتقال. أيوة يا فندم، الإجابة في كلام حضرتك وسؤالك، لأن السعودية ما كانتش دولة بالمعنى الحقيقي، لأنها لم تكن تملك القدرة الحقيقة على حمايتهم، فمصر وضعت قوتها على الجزيرتين، احتلتهم خوفا من مطامع إسرائيل اللي اتحققت سنة 56 في العدوان الثلاثي لما احتلت الجزيرتين وسيناء، وكان التفاوض بخروجها ووجود قوات دولية اللي تم الحقيقة إجلائها سنة 67، فأعادت إسرائيل بعد هزيمة يونيو 67 باحتلال الجزيرتين مرة تانية. طيب السؤال الثاني اللي بيتقال برضو، ليه مصر تتفاوض عليهم في مفاوضات السلام سنة 77 طالما هم ملك السعودية؟ أيوة يا فندم، لأن العرب قطعوا مصر لدخولها في المفاوضات مع إسرائيل، وكان على مصر التفاوض على كافة مصالح الأمة العربية، وحتى فلسطين كانت مصر حاطة لها علم في فندق من هاوس أوبروي. مصر تعلم من يوم ما حطت رجلها على الجزيرتين أهميتهم الاستراتيجية، مش لمصر بس لكن للأمة العربية كلها. طيب وهو ينفع يبقى معايا أرض لها قيمة استراتيجية وأرجعها؟ هو الحقيقة هو احنا مش زي بريطانيا وهي حاطة لحد دلوقتي رجلها وتبعية الجزيرتين، قصدي جبل طارق ليها؟ هنا بقى فرق حضرتك، وارجع اقول لحضرتك، هو حضرتك لو الحاجة مش بتاعتي لازم ارجعها، اخدناها بالود والطلب، ولو انطلبت نرجعها بالود برضو، ونسعى نحافظ على مصالحنا فيها بالتفاهم، ومش كل اللي يتعرف يتقال. الحقيقة قبل ما اوصل للجزئية دي عايزة ارد على المقارنة ما بين الجزيرتين وبين جبل طارق. جبل طارق مضيق، جبل طارق منطقة موجودة في جنوب أسبانيا، والحقيقة هي أقرب نقطة ما بين أوروبا وما بين أفريقيا ما بين أسبانيا والمغرب، وسمي طبعا بجبل طارق لأنه اللي فتحه ووصل ليه القائد العربي طارق ابن زياد. جبل طارق الحقيقة هو كان تحت سيطرة واحتلال بريطانيا، المملكة التي لا تغيب عنها الشمس، لكن جبل طارق ما بقاش تحت هذا الحكم، فبريطانيا قررت انها تدي الناس اللي فيه حكم ذاتي وتتخلى عن فكرة الاحتلال، مع بقاء جبل طارق تابع للتاج البريطاني الى اللحظة اللي احنا فيها دي. اسبانيا طلبت بيه وحقيتها فيه، فاتعمل استفتاء في جبل طارق ورفض اهل الجزيرة او
أهل المضيق أو أهل المكان إن هم ينضموا لأسبانيا وأصروا على تبعيتهم رغم الحكم الذاتي لبريطانيا لأن معظمهم كانوا بريطانيين. الجزيرتين ما لهمش سكان. الجزيرتين زي ما حضراتكم شفتوا في العرض اللي فات ده، الجزيرتين خاليين من القوات المصرية وخاليين من القوات الإسرائيلية، خاضعين للمنطقة جيم اللي فيها قوات أمن دولية وفقا لمعاهدة السلام. تعال أفكرك بحاجة، هو الجزيرتين بس اللي كانوا تابعين لمصر؟ علشان الناس اللي بتقول أصل مصر كان تابع لها الجزيرتين، ما غزة كان فيها الحقيقة حاكم مصري لحد 67. هل أقدر أقول إن غزة أرض مصرية؟ لمصر الحقيقة كانت بتديرها حفاظا على أرض عربية تعرف كويس معناها فقط. مصر بحكم دورها عارفة حدودها الاستراتيجية، والموضوع مش سيادة وبس. طيب ما هي كانت بلادنا اسمها مصر والسودان، مملكة مصر والسودان، والملك فاروق كان ملك مصر والسودان. هل استقلال السودان ضياع للسيادة المصرية؟ مش برضو الرئيس جمال عبد الناصر هو اللي ادى السودان حق تقرير المصير مع بدء التفاوض عن السودان على الجلاء الانجليزي عن مصر اللي اصرت مصر ان هو يكون قبل الجلاء عنها لضمان استقلالية السودان، وتفاوضت باسم السودانيين، ولما قرروا ان هم يستقلوا عن مصر رحبنا وساعدنا في اقامة الدولة السودانية الجديدة. هل مصر هنا اتنازلت عن سيادتها وارضها رغم ان السودان جزء منها من ايام محمد علي وبنص اتفاقية لندن 1840؟ ايوة، بس الجزيرتين اتروا بدم مولادنا في الجيش المصري، دي مقولة تانية. الله ينور عليك، بعيدا عن اي مسخ الحقيقة، ما هو دم ولادنا روى أراضي كتيرة قوي في دول عربية وغير عربية وصل ليها الجيش المصري. هل دي تبقى أراضينا؟ الجيش المصري وصل مثلا لجزيرة القرم اللي أعلنت روسيا في إبريل 2000 ومارس 2014 الحقيقة وجودها ضمن روسيا كدولة. طيب ما هو الجيش ده هو الجيش ده، إيه الفرق؟ تفتكر لو هي أرضنا هيفرط فيها؟ السؤال بقى الأحدث، طب وحكم المحكمة مش ده رفض للموضوع وإقرار إن الجزيرتين تبع مصر؟ اقرأ معايا الحكم بهدوء تاني. قبول الدعوة شكلا شكلا وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية، بطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في إبريل 2016 والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهم وحظر تغيير وضعهم بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة. بمعنى أنه طالما المحكمة قبلت الموضوع شكلا يبقى لازم وقف كل ما سبق، لأنها ما سبق قبل هذا الحكم. ثانيا بطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية، يعني ان الحكم يتعلق بالإجراءات مش بالملكية اللي ما درستهاش المحكمة. المحكمة لم تدرس الملكية يا طيبين، وبما اننا ابطلنا التوقيع يبقى طبيعي إعادة الامر لما كان عليه لحين الفصل النهائي لان الحكم مش نهائي. القاضي لم يطلع على وثائق ليفصل فيها، القاضي اطلع على أوراق دعوة تطالب ببطلان التوقيع. نيجي هنا بقى لكلمة الحق. الموضوع ده أثار رسالة مهمة قوي بتدق جرس إنذار للدولة المصرية. عندنا حكومة مش حكومة، حكومة شبه الحكومة أو عاملة إنها حكومة. ده مش اتهام وكلام وبس، لا، ده بدليل تصريحات سيادة الوزير العجاتي وزير شؤون مجلس النواب اللي صرح في أعقاب الحكم أن الحكومة لم تتقدم للمحكمة بالأدلة والوثائق اللازمة وحتقدمها للمحكمة الإدارية العليا. وهنا السؤال، وحضرتك ليه ما قدمتهاش من البداية؟ يعني هو بغض النظر عن القضية دي وخلونا ناخدها مثال، ليه ما بناخدش الأمور بجدية من أول لحظة؟
ليه ثقافتنا عموما ثقافة على ما تفرج، وليه بنعتمد على رد الفعل مش على الفعل من أول لحظة؟ فين رئيس الحكومة من موقف زي ده؟ فين المحاسبة لحكومة اختصمت أمام القضاء وما اهتمتش تقدم الوثائق وقالت هتقدمها في الدرجة الثانية؟ التعامل مع القضية دي بيدق جرس إنذار في الطريقة الحكومية للتعامل مع الأمور. تخيلوا بقى قضية تطوير المستشفيات أو التعليم أو إصلاح اقتصادي عاجل من غير مش محتاجة يعني تتعامل فيها قدام المحكمة، هيتعاملوا معاها ازاي لو مفيش حد بيسعى وراهم؟ لا تعليق عندي للحكومة اللي مش حكومة غير فيديو بيعلم الجدية في التعامل مع الأمور أيا كان حجمها. ده اللي يفرق دولة واعية عن دولة نايمة. البلاعة يا حكومة، فن وعلم وهندسة. للمرة المليون فيلم البلاعة يمكن حكومتنا تعرف معنى كلمة جدية التعامل. فيلم البلاعة إهداء للحكومة المصرية. عايز اقول اي حاجة، بس الفيلم ده بجد اهداء للمهندس شريف اسماعيل رئيس الحكومة المصرية. الفيلم ده اهداء لوزير مجلس النواب الوزير العجاتي. الفيلم ده اهداء لكل وزير ولكل مسؤول في البلد دي. دي يا ناس، دي يا سادة، البلاد اللي عايزة تغير بجد كل الامور جد عندهم. لو هياخدوا اجازة هياخدوها بجد، لو هيهزروا هنهزر بجد.
لو هنلعب هنلعب بجد، لو هنشتغل هنشتغل بجد، لكن غير كده ما ينفعش. ليه فيديو البلاعة ده يا ربي؟ الحقيقة ده عشان الناس تفهم، لأنه أبسط شيء الحقيقة، لأنه ما فيش أقل من البلاعة. يعني ممكن تعملها في الحياة بلاعة بينفذوا بلاعة، شوف التنفيذ والضبط والإتقان، وعشان يعرف الاتزان اللي هو تتمنى لو كنت بلاعة، اللي هو على رأي شريف كده يقول ليه يا ربي ما خلقتنيش بلاعة علشان تبقى الدنيا حلو. شوف الجدية والاهتمام والإصرار على العمل بشكل حقيقي، ده الفرق بين حكومة العجاتي والحكومة اللي عملت البلاعة اللي احنا شفناها دي، فرق شاسع رغم اختلاف القضيتين. وبما اننا جبنا سيرة الوزير نكمل معاه يا سادة للتوضيح اللي لازم يوضح. الوزير الحقيقة العجاتي صرح من كام يوم بضرورة المصالحة مع الإخوان، لأن ده بنص الدستور. طبعا ارسم كل علامات التعجب اللي انت حابب ترسمها، لأن الدستور ما تكلمش عن مصالحة مع الإخوان، الدستور اتكلم عن المصالحة المجتمعية. أيوة، يعني ازاي كلنا نكون مجتمع حقيقي متصالح. وعشان أحط تصريح الوزير العجاتي في إطاره لازم نبدأ من الأول. السياسة يا سادة ما تعرفش الأحكام النهائية البتة، أعداء امبارح ممكن يكونوا أصحاب النهاردة والعكس صحيح. المصالح بس هي اللي تحكم، بس كمان الدول الجادة زي اللي هي بتعمل البلاعات اللي شفناها دي، الجادة في تنمية حاضرها مستقبلها، ما تعرفش كلمة مصالحة، لكن طول الوقت بتأكد على مفهوم المواطنة القائم على قوة القانون وهبته لتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات للجميع. احنا مش جنوب افريقيا 35 مليون نسمة وكذا جنسية وتمييز عنصري بين البيض والملونين من اسيا وما بين السود من اصل الافريقي علشان الحقيقة نتكلم عن المصالحة الوطنية بالشكل اللي اتكلم عليها الوزير العجاتي. وعلشان كده التصريحات دي وقفتني، لان قبلها كان في تصريحات تانية. تصريحات مين؟ تصريحات رئيس الوزراء التركي يالدريم اللي اتكلم فيها عن ضرورة عودة العلاقات مع مصر بعد كل اللي قامت بيه تركيا طول السنين الأخيرة، بما في ذلك إيواء كل من هاجم مصر بانحطاط. وكان لازم برضو تقف عند التصريحات دي مع اللي نشرته الإيكونوميست البريطانية من سعي الإخوان للتصالح مع الحكومة المصرية، علشان الحقيقة ما يحدث عندهم اليومين دول في التنظيم. نقف بقى، تركيا وضعها ايه؟ تركيا بتعاني في الوقت الحالي من تراجع غير مسبوق على مدى السنين اللي فاتت، من صعوبات اقتصادية بيقودها تراجع نسبة السياحة بنسبة 40% في عدد السائحين وفقا لتقارير السياحة الدولية الصادرة مؤخرا، بالإضافة إلى تراجع حجم التجارة مع دول المنطقة وروسيا. طبعا بيزداد الأمر سوءا مع مصر اللي كانت تركيا بتعول عليها علشان تكون هي مفتاح لأسواق أفريقيا. على الناحية السياسية ما بقاش شيء خافي عن حد حجم الانتقادات للسياسة الخارجية التركية على مستويات داخلية جوه تركيا وإقليمية ودولية، أو كمان ما بقاش خافي عدد حوادث الإرهاب اللي تتعرض ليها المدن التركية نتيجة لسياسات حزب العدالة والتنمية التركي. إذن لا خلاف أن تركيا محتاجة أنها تخرج من مأزق السياسة والاقتصاد بطرح رؤية سياسية جديدة لعلاقتها الخارجية مع دول كتير من بينها مصر، في ظل عدم نجاح ما خططت له على مدار السنتين اللي فاتوا ومن قبلهم فيما عرف بالربيع العربي عموما، ولإنهاك الدولة المصرية وإسقاطها بكافة الطرق وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع مخابرات الغرب على وجه الخصوص. ولكن المصالحة مع مصر هتحتاج تمن أشك في قدرة الأتراك في الوقت الحالي على دفعه، إلا إذا وافقت تركيا على تسليم ملف الإخوان المقيمين عندها لمصر، أو تصالح الإخوان مع الحكومة المصرية مثلا. هل ينفع ده؟ بلاش. هل يجوز ده؟ نأجل الإجابة لنهاية الكلام. ولأنك لازم كمان تقف عند تقرير الإيكونوميست البريطانية اللي أكدت الأسبوع اللي فات على سعي الإخوان للتصالح مع الحكومة المصرية بعد عجزهم على مدار سنتين في استعادة اللي ضيعوه في 30 يونيو 2013 لما قرر المصريين تحرير مصر منهم وإسقاط وهم خلافتهم يدا بيد شعب وجيش. طبعا
ضيف لأزمة الإخوان الحالية أزمة الانشقاق داخل تنظيم الإخوان، مش لخلاف فكري علشان نكون واضحين، ولكن لخلافات القيادة، نفس خلاف أبو الفتوح والشاطر، مين يبقى الرئيس؟ مين يبقى الكبير؟ مين يبقى الزعيم؟ مين اللي ينفذ رؤيته؟ مش خلاف على المبادئ اللي هم مأمنين بيها، وخلافات كمان على القرارات اللي بيتم اتخاذها واللي دفعت بالإخوان للبحث عبر وسطاء زي تقرير الإيكونومست ما بيقول على إمكانية التصالح مع الحكومة المصرية والعودة لممارسة الحياة السياسية والاقتصادية زي ما كانوا قبل 2011. سلوك مش غريب بالنسبة لي بالنسبة للإخوان، لأن الإخوان تحط إيديها مع الشيطان وتحقق هدفها، ومبدأ التقية الشيعي يبرر كل شيء، والضرورات تبيح المحظورات، جاهز لإقناع المغيبين اللي ماشيين وراهم. لكن هل يقدر الإخوان يعمل ده أو يعملوا ده من غير قبول الحكومة المصرية؟ وبرضو أأجل الإجابة للنهاية. نيجي بقى لتصريح الوزير العجاتي اللي قالك إن الدستور المصري بينص على المصالحة مع الإخوان، وأسأل الوزير المسؤول ليه وقفنا عند الإخوان بس في مسألة المصالحة الشعبية المجتمعية اللي بتتكلم عنها؟ على سبيل المثال إحنا مثلا رافضين الفكر السلفي بكل خلفياته الوهابية اللي ما بتفرقش حاجة عن الإخوان، إحنا كمان رافضين أسلوبهم وطرق تعاملهم مع الواقع المصري وفقا لمصالحهم ورؤاهم الفاسدة، فليه ما تكلمتش إننا نعمل مصالحة مع السلفيين زي ياسر برهامي مثلا؟ المصريين مثلا عندهم خلاف واضح مع بعض رموز مبارك من اللي تم اتهامهم باستغلال النفوذ والثروات، والشعب مش طايقهم ولا طايق أحكام براءتهم، هنعمل معاهم إيه؟ طيب ألا ما كانش أفضل يا جناب الوزير إنك تكلمنا عن دولة المواطنة لا دولة المصالحة، وأنت أدرى بالفرق ما بينهم علشان تضمن حقوق الجميع وواجباتهم قصاد الدولة أيا كانت عقيدتهم أو انتماءاتهم؟ ليه وقفت عند الإخوان بس، وخصوصا إن المصريين يعني المصريين مش ماشيين يدبحوا الإخوان أو أي متعاطف معاهم في الشارع، وفكرك إن العكس هو الصحيح؟ أفكرك إن اللي قاتل عيالي الحقيقة بدم بارد هم الإخوان واللي مأيدينهم؟ أفكرك إن اغتيال النائب العام على إيد الإخوان واللي مأيدينهم؟ أفكرك بتفجير محطات الكهرباء وأبراجها إنها كانت من الإخوان واللي مأيدينهم؟ ولا التصالح بقى شيء بنستعد له سياسيا؟ بما إن الأسئلة كترت أقول يا سادة لحضراتكم إن الدول اللي كان عندها فصيل زي الإخوان اتعاملت معاهم بسيادة القانون، ألمانيا وإيطاليا أمثلة واضحة جدا في تاريخ قريب من 50 سنة، عملوا النازيين بالقانون، مفيش تكوين أحزاب، مفيش نشر العقيدة إرهابية طائفية، واللي يغلط يتوقع عليه القانون. يقدر يقول لي مثلا الوزير العجاتي هيعمل إيه مع نسبة 7% اللي بيدفعها كل إخواني من دخله شهريا أيا كان حجم هذا الدخل للتنظيم الدولي اللي بيتصرف منه على هدم بلادنا وعلى قتل عيالنا في ظل المصالحة اللي بيتكلم عنها؟ هتعمل ايه مع 7% يا معالي المستشار؟ هل تقدر يا معالي المستشار تقولي التمويل الخارجي اللي بيجي للإخوان وسيطرتهم على المصارف وعلى شركات الصرافة هتعمل معاها ايه؟ طيب هتقدر تقولي هتغير ازاي مفاهيمهم عن الوطن اللي هو عبارة عن حفنة من تراب عفن في عيونهم؟ هل المصالحة تغير ده؟ ولذا يا سادة تخسر الدولة كتير قوي لو طبقت فكر المصالحة، تخسر المستقبل والحاضر لما تكرر أخطائها. دولة المواطنة والقانون فيها الكل السواسية، حقوق وواجبات، واللي يغلط تتقطع رقبته يتحاسب. دولة المصالحة دي في جنسيات مختلفة وخلفيات مختلفة، لكن دولة المصالحة دي ما بتحققش حاجة. من الحقيقة يعني دي رسالة يمكن توضيح يجوز، بس فعلا الدولة تخسر كتير قوي لو كانت في تفكير في مصالحة مع الإخوان بأي شكل من الأشكال. القانون يا سادة ودولة المواطنة هي اللي تحمي البلاد والعباد، مش المصالحة. ومن المصالحة نروح للانفصال. امبارح
بدأ التصويت البريطاني على استفتاء البقاء في الاتحاد الأوروبي من عدمه. 72.2% هي نسبة التصويت في الاستفتاء ده، ودي أعلى من نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة اللي بلغت 62% أو 66%، اللي انتهت الحقيقة امبارح بفوز فريق أيوة مؤيدين الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 51.9%، يعني 52% تقريبا، 17.2 أو 3 مليون صوت مقابل 48% رفضوا أو كانوا بيأيدوا الإبقاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، بما يمثل 16 مليون صوت كانوا بيأيدوا البقاء. الاستفتاء أظهر زي ما بتقول التقارير الإخبارية أن بريطانيا منقسمة تصويتيا، يعني لندن واسكتلندا وأيرلندا الشمالية صوتوا لصالح البقاء، وده اللي كان مرجح كفة أن بريطانيا الحقيقة موجودة ومستمرة في الاتحاد الأوروبي لحد امبارح. لكن اللي حسم النتيجة شمال إنجلترا ومنطقة ويلز الحقيقة، أو منطقة ويلز اللي صوتت للخروج من الاتحاد الأوروبي وحسمت النتيجة. تداعيات الاستفتاء مستمرة من لحظة إعلان النتائج. رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اللي قاد حملة البقاء ودعا للاستفتاء من 3 سنين أعلن نيته الاستقالة، وإن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي حيقودها رئيس وزراء آخر. الجنيه الاسترليني النهاردة يخسر 10% من قيمته قصاد الدولار لأول مرة من سنة 85. البورصات تراجعت معدلاتها، سعر البترول نزل ما بين يعني من 2.5 ل 3 دولار، يعني بدل ما كان 50 دولار امبارح النهاردة بقى 47 و48 دولار. الذهب ارتفعت أسعاره بشكل غير مسبوق من أيام الأزمة الاقتصادية اللي حلت على العالم في 2008. الاتحاد الأوروبي أكد على إصراره في الحفاظ على وحدة أعضائه 27. ليه؟ لأن في تخوفات من انفراط عقد الاتحاد الأوروبي. ميركل قالت رئيسة وزراء ألمانيا قالت، أو رئيس الحكومة الألمانية قالت، إن القرار بيشكل يوم حزين لأوروبا. فرنسا نفس الشيء، لكن دعوات الانفصال المماثلة في هولندا والنمسا وفرنسا والسويد والمجر والتشيك بدأت تتعالى أصواتها. قبل ما نكمل تعالوا نشوف تاريخ بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي. الحقيقة فيلم إنتاج فرانس 24 أو فرانس 24، لكن يستحق إن حضراتكم تشوفوه علشان تعرفوا القصة إيه. تاني، الاتحاد الأوروبي وبريطانيا علاقة هو فعلا كانت هناك ولا ما كانتش هناك؟ في 1957 وقعت 6 دول على معاهدة روما، ولم تكن المملكة المتحدة مع الموقعين. كان البريطانيون يرغبون في الانضمام إلى النادي الأوروبي، لكنهم اصطدموا بالموقف الفرنسي مرتين. شارل دوغول كان يرفض بريطانيا لأنه كان يعتبرها خادمة للولايات المتحدة. في 1973 انضم البريطانيون، بعد عامين فقط طرحت المسألة لاستفتاء فكان الجواب نعم بنسبة 67%. رئيس المفوضية الفرنسي جاك دولور كان يقلق مارغريت تاتشر وهددت بإيقاف المفاوضات قائلة I want my money back، أريد استرجاع مالي. في 1984 كسبت الجولة. بريطانيا كانت ترفض دفع أكثر مما تناله من الموازنة الأوروبية. في 1986 قبلت السيدة الحديدية انضمام بلادها إلى السوق المفتوحة. تميز خليفتها جون ميجر بسياسة الاستثناءات، إذ رفض الوحدة النقدية الأوروبية وكل السياسات الجبائية المشتركة. ابتداء من 1997 لطف توني بلير الأجواء مع الأوروبيين رافضا في الوقت ذاته الانضمام إلى فضاء شنغن. في 2010 عاد اليمين إلى الحكم ووجد ديفيد كاميرون نفسه في مواجهة داخلية مع عناصر من عائلته السياسية لا تؤمن بالفكرة الأوروبية، وكذا حزب يوكيب المعادي لها كذلك. وعد حينئذ باستفتاء. 23 من حزيران يونيو يوم حاسم. يبقى السؤال بعيدا عن التضخيم أو التهوين بعد التاريخ ده، هل كان بريطانيا عضو كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي؟ الإجابة لا. بريطانيا حافظت على عملتها وما دخلتش في الوحدة النقدية الأوروبية اليورو. بريطانيا ما كانتش وقعت على اتفاقيات في الاتحاد على رأسها أو في مقدمتها اتفاقية الشنغن أو الفيزا الواحدة لكل دول أوروبا. والجميع يعلم أن ألمانيا وفرنسا هما قاطرة
للاتحاد الأوروبي في الاقتصاد والسياسة. طيب بريطانيا كانت بتتفاوض على إيه مع الاتحاد من فترة وقبل حتى الاستفتاء ومن 3 سنين على البقاء أو الخروج؟ ديفيد كاميرون أعلن الشروط اللي بريطانيا كانت قدمتها للاتحاد الأوروبي في بروكسل في أكتوبر اللي فات 2015 علشان تستمر بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وقال إن في 4 شروط. أولها التعهد بإبقاء بريطانيا خارج أي خطة لفكرة دولة أوروبية موحدة، حماية العملة البريطانية أمام اليورو، منح المؤسسات البريطانية صلاحية تجاوز قوانين الاتحاد الأوروبي، يعني يبقى لها حق إنها ما تتطبقش فيها، إعادة تنظيم الاتحاد. الشروط ما تحققتش أو ما تقبلتش من قبل الاتحاد الأوروبي. طيب إيه نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد؟ مركز دراسات ستراتفور الاستراتيجي والأمني الأمريكي، واللي بيعد واحد من أهم المؤسسات الخاصة المعنية بقطاع الحقيقة الاستخبارات والتجسس في العالم، وبيعلن ده على الملأ يعني من غير كسوف، وأسس سنة 1996، ستراتفور نشر تحليل معلوماتي عن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية المشتركة، وده مهم قوي. التقرير قال فيه إيه؟ إن خروج الحقيقة بريطانيا هيؤدي لفترة من انعدام الوضوح في أوروبا، هتؤثر بشكل سلبي على معظم دول الاتحاد، وهتواجه بعض الدول تحديات زي الانخفاض الحاد في الصادرات وزيادة الشكوك الداخلية بشأن الاتحاد، وده اللي حاصل في النمسا، في المجر، في التشيك، في فرنسا، في إيطاليا، بالإضافة لبروز حالة من الغموض السياسي خصوصا في الدول اللي بتحكم فيها حكومات هشة مهيش قوية، حيث ستعاني من مزيد من الضعف والهشاشة زي أوكرانيا، الأمر اللي حيتسبب بظهور مخاطر مالية واقتصادية. طيب هل ده له علاقة بالناتو؟ في الحقيقة لا، لأني هرجع للفيديو اللي حضراتكم شفتوه دلوقتي من فرنسا 24، وكان في كلام في البداية عن رفض الرئيس الفرنسي شارلي ديغول في الستينيات انضمام بريطانيا للسوق الأوروبية الموحدة، لأنه هو كان بيبص لها وبيعتبرها كخادم للولايات المتحدة الأمريكية أو تابع ليها، وده حقيقي. هل الحقيقة الناتو ممكن بريطانيا تسيبه؟ لا، الناتو حلف عسكري، بريطانيا لم ولن تقلل من حصتها المدفوعة في ميزانيات دفاعه، بريطانيا لن تخرج من حلف الناتو اللي بيضم دول الاتحاد وتركيا حتى لو تطلب الأمر دفعها المزيد في ميزانية الدفاع. أيوة، تركيا الحقيقة عضو في الناتو من سنة 1951. بريطانيا تابع جيد للولايات المتحدة الأمريكية اللي بتعتبر نفسها زعيمة أوروبا من وقت انتهاء الحرب العالمية الثانية وهزيمة أوروبا فيها، مش عن محبة وإحنا غربيين مع بعض وبنتكلم لغة واحدة، لا إطلاقا، لكن عن مصالح بيقودها زعماء اليهود الصهاينة، بدليل التجسس على زعماء أوروبا بلا استثناء واللي تم التعتيم عليه وقفل الكلام فيه من كذا سنة. الحقيقة كتب كتير بتتكلم عن اقتصاد المستقبل وعلاقات العالم السياسية، أكيد محتاجين نفتح ملف زي ده في يوم تاني، لكن هنكمل يا سادة بعد الفاصل كلام تاني، كلام بيقول حكايات مهمة عن ناس محتاجة العدالة بجد، عن ناس محتاجة ناس تفكر وتشتغل ليهم بجد. هنكمل كلامنا وكلام مهم. تحياتي. هرد اهوت. هي الحياة سهلة؟ مين قال انها سهلة؟ في ناس بتدفع فيها الطقطقين وبرضه بتنجح وتدينا مثل للإصرار والاحترام وبتبقى قدوة. نيكولاس حكاية قابلتها في مصر من 2008، فاتت الحقيقة عليا حكايته، لكن كل ما اشوف الفيديو بتاعه، لان هو بني آدم ولد في الخارج وكان الرضا عنوان لحياته، اقول الحقيقة ان الرضا ده مهم قوي، وافتكر حاجة علمتها لي امي، الرضا بالمقسوم عبادة، ولمتنا الحقيقة مع بعضنا غنى،
والرضا بكل حاجة ربنا بيديها لنا، ستر وغنى وكنز. شوفوا عمل ايه نيكولاس علشان نرجع تاني ونقول هو احنا بنمتلك ايه. نيكولاس فيلم لازم كلنا نفكر فيه. Where do we go when hope runs out? When we're empty? When there's nothing left? Just trying to find a place to lay my head. I look up to the sky. I feel the warmest light comfort me. I've seen the great heights, reminding me I'm alive. I don't want to die. I don't want to waste enough day or night. I know there's something more than what we're living for. I see it in the stars, I feel it on the shore. I know there's something. Something. This world may crumble into the ocean. It could all end tonight. I undermine you, then try to find you, my only source of life. I was 10 years old, I tried to commit suicide. I had lost my hope. I tried to drown myself, but I couldn't do it. God had a plan for my life, to give hope to other people through my story. Something more than what we're living for. I see it in the stars, I feel it on the shore. I know there's something more. I don't want to die. I don't want to waste another day or night. I know there's something more than what we're living for. I see it stars, I feel it on the shore. I know there's something more. I don't want to die. I don't want to waste another day or night. I know there's something. I
ايوه لو ما حصلتش لحضرتك المعجزه خليك انت المعجزه. كلام بينطبق على ناس كتير مننا، انا وحضرتك وكل اللي حوالينا. الحقيقه كلام بينطبق على ناس كتير مش عايزين حاجه فوق وجعهم غير حد يخفف عنهم مصاعب الحياه، تسهلها عليهم مش تزود تحدياتهم. من هنا خلوني ابعت بالسلام لايمان في بورسعيد. ايمان سعيده انك بتشوفيني، سعيده بتحديكي للحياه، سلامي ليكي، وباذن الله تعيزي وتروحي السنه دي تزوري كل اللي بقالك سنين ما زرتيهمش ان شاء الله. مليون بوسه ليكي والماما طيبين. اسمحوا لي الحقيقه ان احنا بعد الفاصل هيكون معانا بطل، وليد مصطفى وليد، بطل من ابطال التحدي، وهتكون معانا كمان الست الطيبه والدته الاستاذه ياسمين رستم. هيكونوا معانا الاثنين ضيوف يشرفونا ويقولوا لنا اخبار التحدي ايه مع الناس. تحياتي. اسمحوا لي ارحب بمصطفى وليد، بطل من ابطال التحدي، والست الطيبه والدته الاستاذه ياسمين رستم. بس قبل ما ارحب بيهم، لا الاول نرحب بيهم. منورانا. الله يخليكي. ويا رب كل سنه وانت طيبه. وانت بصحه وسلامه. يعني سعيده بوجودك وسعيده الحقيقه بكل التواصل اللي حضرتك قدمتيه. والله يعني ده كانت امنيه من زمان والحمد لله اتحققت. ربنا يديك الصحه حياتي. مصطفى منور المكان. بنور. كل سنه وانت طيب. بس ايه الميداليات والكاس الحلو ده؟ يعني الاول بس نعرف الناس مصطفى مين؟ مصطفى وليد بطل جمهوريه في الكاراتيه. صح كده؟ والكاس ده والميداليتين دول اللي على مصطفى لابسهم احكي لي عنهم بقى. احكي لك في يعني قول لي بقى، يعني قول لي ايه دول بقى؟ عشان الناس تبقى عارفه ان احنا قاعدين مع بطل. دول بطولة الجمهوريه في الكاراتيه و وايه؟ والجيزه والكيف. الجمهوريه الجيزه والجمهوريه. انت اخذتهم السنه دي ولا السنه اللي فاتت يا مصطفى؟ السنه دي. والسنه من سنه 2014. من سنه 2014 يعني. ما شاء الله من سنه 2014 خدت ميداليتين، ثلاث ميداليات وكاس. لا دي حاجه عظيمه، انا هخلي الكاس جنبنا عشان اعرف اشوفك. ممكن؟ طيب عشان المخرج قال كده. مصطفى انت في سنه كام دلوقتي؟ في تالي سلم. تانية إعدادي. عندك 15 سنة. طيب نبدأ الحكاية من أولها بقى علشان الموضوع يبقى مفهوم. في يوم صحيت لقيت رسالة في الإنبوكس من السيدة الفاضلة يعني اللي مشرفانا، وقالت لي أنا عندي مشكلة. أنا عايزة أقرأ لكم بالظبط اللي هي قالته علشان تحسوا بالدهشة اللي أنا حسيت بيها ساعتها. الحقيقة الأستاذة ياسمين لقيتها بتقول لي أنا عندي موضوع مهم محتاجك. أنا أم لثلاث أولاد، الحمد لله الكبير في الجامعة بطل جمهورية في ألعاب القوى، الأوسط في الصف الثاني، الصغير في أولى إعدادي، وتاني جمهورية كاراتيه، والحمد لله الحدوتة بقى في الأوسط. مصطفى اللي هو مشرفني 15 سنة، أول جمهورية في الكاراتيه، متحدي إعاقة. هو من فئات الدمج اللي مصرح ليها بالاندماج جوه المدارس العادية لتقارب مستواهم العقلي من الأطفال العاديين، وده بناء على حاجتين. أولا قرار من وزارة التربية والتعليم بدمجهم، حالات التوحد وبطء التعلم والداون والسنتروم اللي هم يعني أطفال المنغوليين. لكن في مشاكل كتيرة بنواجهها كأبهات وأولياء أمور، يعني حالات أولادنا بتحتاج للاختلاط ولا يجب أبدا الفصل بينهم وبين باقي المجتمع، لكن المدارس بالرغم من معرفتها بقرار الوزارة إلا أنها بترفض استقبال الحالات. والحسن حظ ابني أنه وصلت لمديرة مدرسة متفهمة، وهي كانت مدرسة لغات، قبلت الولد بعد اختبارات وهو في مرحلة كيجي الكيجي بمساعدة طبيب المدرسة، فهموا حالته وتوصلوا لقدرته على الاندماج. أنا هقف هنا علشان دي المرحلة الأولانية، أم وقرار وزارة وطفل محتاج للاندماج وهو تنطبق عليه مواصفات الاندماج، لكن الحدوتة ما كملتش زي ما ابتدت. أستاذة ياسمين ممكن تحكي الموضوع بهدوء لأنك النهاردة مش أم مصطفى، النهاردة انت سفيرة لأبهات وأمهات عندهم
نفس الحالة وبيواجهوا نفس المشكلة. اتفضلي يا فندم. بصي حضرتك، انا هبدأ بالبداية. البداية ان انا لما الولي الامر بيبدأ يحس ان في عنده طفل مختلف، مش عايزة اقول ان هو معاق، صحيح، عايزة اقول ان هو مختلف، صحيح، بيبدأ يدور طيب احنا هنمشي حياته ازاي بعد كده. طيب محتاجين ان احنا ندخله مدارس، تجري على المدارس عشان خاطر تشوفي انهي مدرسة هي اللي هتقبله. كل بتفرق على حسب امكانيات الاسرة المادية. في اللي بيتجه للمدارس الدولية ودي فيها قسم خاص للحالات الدمج، وبيسمح لهم ان هم يندمجوا وليهم منهج متحرك، بمعنى ان لو في مواد تقيلة عليه ممكن يلغوها ويحطوا مكانها حاجات تانية اكتيفيتي، من السهل ان هم يشيلوا التقيل ويخففوا من عنه المجهود. دي المدارس الدولية، دي المدارس الدولية، دي المدارس اللي هي بتاع بلاد بره اللي موجودة عندنا في مصر، اللي هي مناهج بلاد بره، مناهج بلاد بره، سواء الامريكاني او الانجليزي او تاني. عندنا الاختيار الثاني اللي هو للناس البسطاء الوسط، يعني اللي زي حالتنا كده، بندور على مدرسة خاصة. أيوة. المدارس الخاصة طبعا يعني بتتأمر. أيوة. في اللي يقولك لا انا ما عنديش الامكانيات ان انا اتحمل مسؤولية طفل كده، وفي اللي مش فاهم اساسا الحالة. وده اللي حصل معايا في بداية مصطفى. انا رحت مدرسة واللي اختبرته مديرة انجليزية وقبلت بيه، وبعد 3 ايام كلموني قالوا لي تعالي خدي بقية فلوسك اللي انت كنت دافعاها، لان المديرة المصرية والدكتور المصري قالوا ما ينفعش ان هو يتحط في وسط الولاد، لازم مدرسة خاصة. جينا بعد كده هوت تدوري على مدارس تانية، فانت بتقعدي يعني ايه، انت وحظك، ربنا هيوفقك وتلاقي مدرسه ولا لا. الاختيار، وده اللي حصل معايا الحمد لله. الاختيار الثاني للناس الابسط ان انت هتروحي المدارس الحكوميه. صحيح. المدارس الحكوميه قدامك حاجتين، تجريبي او عربي. التجريبي للاسف في سنه من السنين كنت بنقل مصطفى، من عايزه انقله للمدرسه تكون الانجليزي فيها اخف، بتاع الهاي ليفل يعني كده، يبقى الموضوع اخف بالنسبه له، فقلت هنقله تجريبي. فوجئت ان وصلت لمدير التجريبيات مدينه 6 اكتوبر، يعني هي المسؤوله، اعتذرت وقالت لي انا اسفه احنا المدارس التجريبي لا تقبل مثل هذه الحالات. ليه بقى؟ مش في قرار وزاره التربيه؟ في قرار وزاره، في قرار وزاره بالدعم. ولما ضايقتني كلمه رحت الاداره التعليميه، فقالوا لي احنا ملناش سيطره على التجريبي، عندك الخاص او العربي الحكومي العادي. يعني ملناش سيطره الاداره التعليميه، الاداره التعليميه على هي اللي قالت لي، هي قالت لي احنا ما بنقدرش على بتوع تجريبيات، هما بيبقوا عايزين ولاد متفوقين عشان يعلوا بنتيجة النتيجة النهائية بتاعت السنة، فيبقى أولادهم كلهم ناجحين، أولادهم كلهم متفوقين، فما نقدرش على تجريبيات. قدامك حل، يا تنقليه عربي يا تنقليه مدرسة خاصة تانية. يعني الخاص اللي هما تبع ناس أفراد هم دول اللي يقبلوا. يعني تسيبيه تحت رحمة الحقيقة اللا يعني اللا رقابة، يا اما توديه للي هو هياخد فلوس وتبقي تحت رحمته. بالزبط. يعني ما هيش تحت سيطرة. بالظبط. فبالنسبه بقى للاولاد اللي هيخشوا، يعني احنا مش هنتكلم على حاله مصطفى، احنا هنتكلم ان في حالات تانية بنشوفها الناس بسطاء اكتر بيروحوا على الحكومي. طب الحكومي كثافه الفصل قد ايه عشان تحطي في وسطهم طالب زي ده؟ محتاج من المدرس اولا ان هو يعرف الحاله اللي قدامه دي حالتها ايه. هو كمان مش محتاج ان هو يدرس المناهج دي، يعني بالزبط. هو مش محتاج ان هو يدرس كل تانية. المناهج دي خالص، دي نقطة هو تانية. محتاج ان هو يبقى عنده مهارات الحياه. بالظبط. سواء في التواصل الاجتماعي او في بعض الحقيقه المواد اللي تفيده في الحياه. حلوة. يعني يعرف يقرا، يعرف يكتب، يعرف يحسب، يعرف يتكلم، هو مش محتاج كل تعقيدات الحياه التانية. ما هو ولذلك قرار الدمج اللي نازل ان هو يدمجوهم في وسط الاولاد الطبيعيين، وبس للاسف ياخدوا نفس المنهج ولا يتم حذف منه اي حاجه من اول اولى ابتدائي لغايه تانية ثانوي. المنهج هو حرام. تمام. طيب ايه الميزه اللي في قرار الدمج؟ ان هيجيب لي امتحان صح وغلط وتوصيلات واكمل بس. طيب انا هحفظه ايه؟
الكم اللي موجود والدش اللي موجود في مناهجنا الحكوميه العاديه المنهج المصري ما ينفعش لا يتناسب باي حال من الاحوال معاهم. رحت برضو للاداره التعليميه في الشهاده الابتدائيه قلت لها طب انا عايزه اعرف ايه الدروس المقرره على حالته عشان ما ذاكرلوش الحاجات التانيه وما ضيعش وقته وما بذلش معاه مجهود وهو ما يتعبش مني. قالت لي لا انت تذاكري كل حاجه بقى وزي ما تجيلك الامتحان. فدي برضو نقطه ازاي يعني احنا عندنا حالات توحد اوتيزم، عندنا حالات بطء تعلم، عندنا حالات ضعف عقلي بسيط، وبيتعمل لهم اختبارات قبل ما اخد انا القرار ده ويطبق على ابني. بروح التامين الصحي وبعمل طبعا ده مشوار وحدوته تانية، تامين صحي ومن التامين الصحي على الاداره التعليميه وعلى الوزاره وحاجات كده عشان ينزل القرار لابني وان هو يجيبوا له الامتحانات المخصصه ليه. طب الولاد دي طب وانت بتسعي، طب واللي هو ما بيعرفش يعمل كل ده يعني هي دي نقطه ان للاسف ما فيش توعيه وخاصه في الفئه البسيطه. يعني بيبقى ولي الامر طالع، الاب او الام شايفين ابنهم عنده حاجه غريبه. ابسط حاجه ده عنده ده مش مظبوط، الولد ده مش فالح في التعليم، ده يعني فاهم حضرتك. في منهم اللي بيحاول يسال على قد مقدرته وعلى قد دراسته وعلى قد ثقافته، وفي اللي ما بيقدرش فما بيكملش ويحبسوا الاولاد في البيت. طيب انا الحقيقه هستاذن حضرتك ان انا يعني كنا سعينا للاتصال بوزاره التربيه والتعليم وبالاستاذ بشير حسن المستشار الاعلامي لوزير التربيه والتعليم. استاذ بشير حسن اهلا بيك. استاذ نشوى ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم، كل سنه حضرتك طيب. وحضرتك طيب يا استاذ نشوى. طيب استاذ بشير، انت سمعت الحاله اللي قدامنا دلوقتي، اولا انت شايف مصطفى تمام؟ بس انا يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. اولا عايز اقول انه مثل هذه الحالات بعض المدارس الخاصه اتخذتها بيزنس وبيزنس عالي جدا يا استاذه نشوى. صحيح. وفي مدارس خصيصا تم انشائها لمثل هذه الحالات وبيزنس عالي جدا جدا جدا. موافقك. بعض المدارس الثانيه بتعامل مثل هذه الحالات بنفور شديد جدا. ويمكن كانت الشكاوى الفترة اللي أنا من يوم ما حقت بالعمل في وزارة التربية والتعليم ويمكن بيجيلنا بشكل شبه يومي شكاوى من مثل هذا النوع. أيوه. وكان كلام الوزير معلن أمام الجميع وصريح قدام الجميع إنه مثل هذه الحالات بتعامل معاملة خاصة جدا. يمكن ضيفة حضرتك الكريمة قالت إنه المنهج نفس المنهج اللي بياخدوه هو المنهج اللي بياخده زمايلهم اللي موجودين. صحيح. انا بس ليه تحفظ على دي انه مش كلهم بياخدوا نفس المنهج، يعني المستشفى اللي هم بروحوا وقيموا ده ياخد ايه، هو اللي بيكتب ده ياخد ايه، اذا كان ياخد زي زمايله او ما ياخدش زي زمايله. هو انا الحقيقه بس انا يعني ضيفتي العزيزه بتهز راسها في الموضوع ده يا استاذ بشير، يعني هو قد يكون ده إجراء متبع لكن مين بيراقب تنفيذه؟ يعني الأم أو الأب اللي عنده طفل زي مصطفى لما يروح المدرسة زي ما حصل مع مدام ياسمين كده، لما يروح المدرسة وبعدين المدرسة تقول لهم مفيش حاجة اسمها كده، هيذاكر كل حاجة ويمتحن في كل حاجة، فيروح الإدارة التعليمية فتكرر له نفس الكلام، يعمل إيه ساعتها؟ لا يعمل إيه، يبقى أنا أشكرك إن أنت بتقولي يعمل إيه، يجي الوزارة طبعا. وانا بطلب منها وبطلب من الفريق الاعدادي عند حضرتك يديني تليفوناتها ويديني تليفونات اي حاله، وممكن يجي لك حالات ثانيه دلوقتي. ايوه. وانت على الهواء. كل هذه الحالات يتواصلوا معايا انا شخصيا، بكره يكلموني وانا هقول لهم يعملوا ايه. طب ممكن بعد اذن حضرتك كمان تقول على الهواء للناس اللي هي مثلا في اسيوط، للناس اللي في بني سويف، في اسوان، اللي ما تقدرش تنزل الوزاره، المفترض ان هم يعملوا ايه؟ يلجأوا لمين او يعملوا ايه التصرف اللي ياخدوه؟ بصي استاذه نشوى، هتلاقي اتصالات جايه لك دلوقتي وهتلاقي اتصالات جايه على الكنترول دلوقتي. انا برجوك تدوم تليفوني انا، يدوم تليفوني انا ويتواصلوا معايا بكره من الصبح، انا موجود في الوزاره. اي حد له شكوى في الملف ده تحديدا، ملف الدمج تحديدا، اي حد له شكوى يتواصل معايا بكره، وبكره لو انت على الهوا هقول لحضرتك ايه اللي حصل في الملف ده. انا بشكر حضرتك، لكن انا الحقيقه بكره مش على الهوا، لكن لو تحب اني انا اكلمك الاسبوع الجاي يوم الجمعه وتفتح تقول لنا الوزاره هتعمل ايه، واحنا خلاص بننهي عام دراسي لكن داخلين على عام دراسي تاني. بص الحقيقه انا هكلم
الاخ والصديق بشير حسن مش المستشار الاعلامي، هكلم الاب اللي انا عارفه لما بنته تعبت كان احساسه ايه. هقول وانا معاكي، هقول لك حاجه واحده بس، ولادنا بيبقوا غاليين يا بشير. طبعا طبعا طبعا. والاحساس طبعا بالعجز قدام اننا مش عارفين نعمل لهم حاجه ده احساس قاتل، واحساس الحقيقه يفقد اي واحد الانتماء في لحظه احنا بنقول احنا كلنا ولاد البلد دي. لكن لما يبقى المدارس الانترناشونال عامله لهم مناهج خاصه وعامله لهم رعايه خاصه وكمان ايه قابله للتغيير في اي لحظه، بس هي كل همها ان هو يبقى مندمج في الفصل، ان هو بيمارس الـ 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 الحياه الاجتماعيه، واحنا مش قادرين نعملها، يبقى احنا عندنا مشكله. لا انا عايز اقول لك على حاجه كمان، اذا كانت المدارس الدوليه بتعمل ده، فبتعمل ده لفئه معينه من الشعب المصري القادر على انه يدفع. صحيح. يدفع بالدولار ويدفع كتير جدا، يدفع ملك، ومش كلنا قادرين على ده. وانا معاك ان الملف ده لازم يبقى له حل، وانا اوعدك انه من بكره ان شاء الله يتواصل معايا اي حد هيجيب لك تليفونات كتير دلوقتي. انا هتواصل مع حضرتك مباشره أي بعد اذنك. عايز يتواصل معايا، يا ده يشرفني، يتواصل معايا بكره، والحاله اللي عندك والحالات اللي عندك انا بكره هقول لحضرتك بالتليفون احنا عملنا معاهم ايه. انا بشكر حضرتك استاذ بشير حسن المستشار الاعلامي لوزير التربيه والتعليم، واتمنى بالفعل الحقيقه ان احنا نقدر نحط الملف ده على قائمه اولويات وزاره التربيه والتعليم، وعلى قائمه اولويات الجمعيات المطالبه بحقوق الانسان. يا عالم مصطفى ده حقوق انسان والنبي، ونعمه ربي مصطفى حقوق انسان، مصطفى وجود مكان ليه في قلب الفصول حقوق انسان، مصطفى واندماجه هو اللي زيه وسط الولاد في المدرسه حقوق انسان، ولا ايه يا مصطفى؟ مش كده الدرش؟ صح صح ولا مش صح؟ صح، درش بيتكلم صح، لازم يدمج، وده حقوق انسان. لازم وزاره الثقافه تتكلم، لازم وزاره التضامن الاجتماعي تتكلم، لازم اقول ايه؟ هيئه الطفوله والامومه، لازم المجلس القومي للمراه يتصرف، يعني مش عارفه اقول ايه، لا تعليق، لا يعني مش عارفه اتكلم يا مصطفى. اقول ايه؟ لو كنت مكاني كنت هتقول ايه؟ كنت مش هقول حاجه. مش هتقول حاجه؟ اه. وتسكت على الموضوع؟ لا. امال هتعمل ايه؟ هتكلم معاكي. هتتكلم معايا؟ وانا بتكلم معاك اهو، هات ايديك بقى دي. احنا قلنا ان احنا بنحب بعض يعني من اول ما شفنا بعض، صح؟ صح. مش كده؟ طب ليه تفتكر؟ كده. كده مش كده؟ عشان احنا حبينا بعض في الله كده، صح؟ نورني. انا عايز اعرف بس الحقيقه لحد ما نشوف الجزئيه ديت، التعامل مع مصطفى في البيت وانتي بتذاكري له مدام ياسمين، ده بيبقى ازاي؟ بيبقى متعب ازاي؟ ايه الخبره اللي تديها الامهات وابهات عندهم نفس الحاله، فتقولي لهم او تنصحيهم بايه؟ وخصوصا بسم الله ما شاء الله مصطفى، يعني ربنا يبارك لك فيه يا رب ويكمله له دايما على خير. والله بص حضرتك، انا للاسف الشديد انا مرأة عامله، ففكره ان انا اوفر وقت لمصطفى كان بيبقى صعب جدا في اوقات كتيره، فالبديل بتاعي ان انا اجيب مدرسه متخصصه، وربنا يكرمها، في كانت مدرسه ماشيه معايا وهي هي اللي بتدرس له المواد اللي المفروض ياخدها، هي عندها خبره كافيه قوي، فكانت بتنقي له من المنهج الحاجات اللي هي شايفاها هو هيقدر ان هو يستوعبها، وحاجات تانية كانت لا. بس انا في تعاملي مع مصطفى، حتى لو انا وبابا في الامتحان، يعني هي كانت حتى لو جات له في الامتحان، يعني هي كانت عندها الخبره انها تعرف ان مصطفى يعرف يذاكر ده وما يعرفش يذاكر ده، فما تذاكرهوش، ما يعني هي شايفه ان الجزئيه دي لا تتفق خالص مع قدراته، فخلاص ما بتجيش من جنبها الأول. من اساسه، لان هترهق عقله وهترهق مجهود، لان هم بيتعبوا بسرعه من كتر التكرار فدي كانت شق التعليم. انا بقى لما لقيت ان الموضوع التعليم عندنا في مصر، وطالما انا مدخلاه عادي مش مدخلاه حاجات دوليه، فانا الاهم عندي حياته بعد كده هيمارس حاجات تانية، علاقاته في وسط المجتمع، يتعرف على ناس، يبقى عنده الجراءة والشجاعة ان هو يتكلم، ما ياخدش جنب حد من صحابه لو ضايقه يعرف يرد عليه ازاي. ولذلك لما دخل الرياضة فرقت معاه كتير. هو مارس الرياضة من هو عنده كام سنة؟ من هو عنده تقريبا 8 سنين. ولقيتي المدرب اللي يدربه؟
في البدايه دخلته سباحه عشان يتعلم العوم للعوم، وبعدين لما دخلنا للكاراتيه كان الحمد لله معاه مدرب بتاعه كابتن صلاح، ده يعني الاب الروحي الرياضي لي. الشاشه الصور اللي حضراتكم شايفينها دي صور مصطفى القمر، بس انا لما دخل عليا قلت له ان هو اجمل من الصور، فقال لي اه ما انا عارف. فانا بشوف الصوره بتاعتك، طب ما انت حلو في الصور برضو مش كده؟ بس الحقيقه بس انت حلو قوي، تخينش ولا لا، بس الحقيقه اجمل صح؟ ودي شهادة تقدير صح كده؟ دي شهادة البطولة، شهادة البطولة الجمهورية، بطولة الجمهورية ده الموسم الرياضي 2014-2015 2015 والتاريخ اهو تحت سن 14 سنة. دي برضو كانت أول بطولة خالص دخلها جمهورية وكان جاي فيها مركز أول. ما شاء الله، ده أنت من أول بطولة كده على طول مركز أول؟ ما شاء الله ما شاء ده الله. لما استلم الكاس اللي احنا جايبينه يا حبيبي، هو دي يوميها كانت منطقة الجيزة بتكرمه يا حبيبي. مبروك يا مصطفى. انت عندك بطولة تانية قريب؟ لا لسه شوية. لسه شوية. طب وانت لسه بتتمرن كام يوم في الاسبوع؟ يعني يعتبر كده كام يوم؟ 18 يوم في الاسبوع. لا في الاسبوع الواحد كام يوم؟ كام يوم؟ 18 يوم في الشهر. بنروح 3 ايام في الاسبوع. 3 ايام في الاسبوع بتتمرن مع الكابتن بتاعك؟ اه. اسمه كابتن ايه؟ كابتن صلاح. بتحبه؟ طب هو بيحبك؟ اه جدا والله. طب لما بتعمل حاجه غلط في التمرين بيزعق لك؟ لا ساعات بيضربني. ساعات بيضربك؟ ما هو بس بحبه. بس بتحبه. اه يبقى هو بيهزر معاك بالضرب كده عشان ايه؟ تتعلم. ما لازم كلها صح كده؟ صح. وهو بقى بيلعب معاك وهو يوريك الحركات بتاعت الكاتا مش كده؟ اه. وانت بتحب تعملها زيه. اه. لما كنت فزت رحت جريت عليه وقلت له ان انت فرحان ان انت يعني شرفته؟ هو على طول صح. بيبقى جنبه. على انت طول بتحب بيبقى كابتن صلاح. طب ممكن اسلم على كابتن صلاح واقول له شكرا على الهوا؟ انا هقول له هو كابتن صلاح الف شكر، الف شكر، كتر خيرك يا طيب، عايزينك تكمل رسالتك مع مصطفى وكل اللي زيه. الحقيقه انا لسه الكلام طويل مع مدام ياسمين ومع مصطفى، لكن هنخرج فاصل ونرجع نكمل كلامنا تاني، لسه الكلام ما خلصش في قضيه مهمه، قضيه مصطفى. الحقيقه هو مش ناقص تعقيدات في حياته علشان نعقدها له. تحياتي لحضراتكم. رجعنا تاني بنكمل كلامنا الحقيقه مع مدام ياسمين رستم والبطل التحدي الحقيقه بطل الجمهوريه تحت سن 15 سنه صح في الكاراتيه مصطفى وليد البطل اللي مشرفني. هكمل مع ماما ممكن هسالها سؤال وارجع لك تاني، احنا قاعدين بقى مع بعض. مدام ياسمين حضرتك كنت تقولي لي قبل الفاصل ان النقطه المهمه الاساسيه هي مش دلوقتي في سن مصطفى في التعليم، لكن اللي هي ما بعد إعدادية ثانوي مرحلة ثانوي هيكون التعامل فيها إزاي. أنا هسأل سؤال الأول وسؤال والله قصدي فيه التوضيح. هل الأبهات والأمهات اللي هم عندهم طفل زي مصطفى هل بيكون طموحهم إن هو يكمل تعليم؟ يعني هل ده مش إرهاق ليه؟ يعني هل الأفضل إن مصطفى ومن في مثل حالته يكملوا تعليم هم مش هيستفادوا منه لأن كان الهدف تعليمهم الأساسيات اللي تساعدهم في الحياة، ولا والأفضل إن هو يركز في رياضة هو قادر على العطاء فيها، ولا الأفضل إن هو يكمل تعليم؟ أنا ده سؤال عايزة أستفهم من حضرتك فيه. والله حضرتك رحتي النقطة اتطرحت أساسا في بيتنا. كان بابا عنده تردد شوية من ناحية إن هو يكمل له ولا لأ، بسبب عدم الوعي من المجتمع حواليه. ولاد بيغلسوا عليه، مدرسين مش فاهمين حالته، كل يوم يجي متخانق مع حد من الولاد اللي يقول له انت ليه كده، انت يعني حاجات كده هو من دي. فمن كتر المشاكل قال طب احنا مستفيدين ايه، انا بدفع فلوس وفي الاخر هاخد شهادة بالفلوس، يعني هو كمنهج هو مش مستفيد منه في حاجة. صحيح.
بس رجعنا وفكرنا تاني لقينا ان الحل ما ينفعش ان انا اقعده في البيت وما عايشهوش حالة المجتمع المدرسة ويروح كل يوم الصبح زي اخواته للمدرسة ويرجع ويكبر شوية ممكن لو في امكانية ان هو يدخل حتى معهد فني ان هو ما يبقاش عال على المجتمع لا يدخل بقى في وسط المجتمع ويبقى فرد فعال فيه واخدنا قرار ان احنا نكمل لغاية لما نلاقي حائط سد في وشنا في الاخر حائط السد هنا حضرتك تقصدي بيه ايه؟ قدرات مصطفى كطفل مختلف ولا حائط الصد في مجتمع الحقيقه غير مؤهل وانا عارفه انا بقول ايه غير مؤهل للتعامل مع حاله مصطفى حتى الان لا هو الاختيار الثاني هو حائط صد لان احنا في مجتمع ما يعني كل حاجه فيه مش كامله وكمان حاله مصطفى والولاد اللي زيه ما فيش اي خط اسس محطوطه اللي نحس بيها احنا كاولياء امور ان احنا ماشيين في طريق عارفين نهايته ايه انما لو بنتكلم على قدرات الاطفال دي فيهم منهم فئات كتيره جدا متميزه في حاجات كتير قوي يعني مصطفى من الشخصيات المتميز جدا في التلوين والرسم والحمد لله كمان رياضيا في ولاد تانية متميزين جدا جدا في العمليات الحسابيه يعني حالات التوحد من الحالات اللي بتبقى شاطره جدا ومخها ذكي جدا وبيطلع صحيح. منهم حالات يعني ممكن تتحدى العبقريه صحيح علماء فما ينفعش اقول انا قدرات ابني انا مصطفى كل سنه بيفاجئني ان هو يقدر يعمل حاجه انا كنت خايفه منها ان هو ما يقدرش يعملها زي ايه مدام ياسمين تعاملاته في وسط المجتمع مثلا تحدي لحاجة معينة في البطولة يبقى خايف لا مش خايف عنده جراءة ممكن لو حطيته في وسط ناس صغار بيقدر يتأقلم يتحمل مسؤولية حاجة داخل المنزل يعني داخل البيت أقول له لا يا مصطفى أنت عليك النهاردة تعمل كذا ألاقيه يقوم بيها على أكمل وجه فلا أنا في حاجات مستخبية فيهم بتطلع بالتدريج يعني ما اعرفش انا عارفه ايه اللي جه في بالي دلوقتي يا مدام ياسمين جه في بالي ان احنا محتاجين هيئه مؤسسه تكون مهمتها فقط تقييم حالات مصطفى واللي زيه وتكون قادره على وضع مناهج تناسب مصطفى واللي زيه بالظبط سواء بقى تم ادماجهم في مدارس ثانيه او تم ادماجهم في مؤسسات مختلفه تبرز قدراتهم ومواهبهم بغض النظر عن التعليم القرائي والكتابي والحسابي والعلمي خالص بغض النظر عن ده احنا محتاجين هذه الهيئه فمثلا لو مصطفى شاطر في الرسم والتلوين انت شاطر في الرسم والتلوين؟ طب ما جبتليش ليه الحاجات اللي انت بتلونها؟ ده انا كمان مبدعه في التلوين بس ما اعرفش ارسم بس خشب بقى ايه ما اقولكش في الرسومات فمصطفى مثلا شاطر في التلوين والرسم يبقى في دراسات حره في فنون جميله او في فنون تطبيقيه ما هي دي الحاله اللي كنت بقول لحضرتك عليها ان في طالب دلوقتي موجود في ثانويه عامه وبيمتحن دلوقتي بقرار الدمج ثانويه عامه حاليا يعني خلاص هو في هذه السنه مدرسة دلوقتي حكومة. لا هو في مدرسه خاصه في مدرسه خاصه اوكي ده حضرتك على تواصل معاه على تواصل معاه هي لما انا نزلت البوست على الفيس فراحت هي مكلماني وقالت لي ان انا حاله ابني كذا كذا عرفتني بقى اللي انا هدخل عليه بعد كده ايه ايه اللي هتدخلي عليه اللي هدخل عليه حاجتين او كذا حاجه اول حاجه ان المنهج الحمد لله فيه محذوفات بس المحذوفات لا تتناسب مع مستوى الطالب النمو العقلي لحاله مصطفى ولزي تمام الحاجه الثانيه ان الاولاد ديت المناهج هيمتحنوها ترم على سنه كامله فانت عشان تسترجع المعلومات في 11 شهر مذاكره صعبه جدا طبعا الى جانب ان الامتحان بيجي لهم اكمل بدون ما يبقى فيه اختيارات فاكمل يعني معناه ان هو يسترجع المعلومه ودي برضو حاجه تقيله عليهم طبعا الحاجه الثانيه لما يجي يمتحن ويخلص امتحاناته هتتختم على شهادته انه حاصل على الثانويه العامه بقرار الدمج الختم ده ممكن يعمل حساسية للطفل خاصة لو هو عنده وعي نسبي أنا ليه مش زي الولاد الطبيعيين وبعدين عندنا حاجة كمان الكليات ودي الكارثة الكليات التي تقبل حالات الدمج أو اللي مسموح لهم إن هم يخشوا بالشهادة الثانوية العامة يخشوا تفتكري حضرتك يخشوا كليات إيه؟
ايه؟ تربية وخدمة اجتماعية. خدمة اجتماعية فقط. كلية الخدمة الاجتماعية وكلية التربية. الخدمة الاجتماعية انت اساسا عندك طفل طالع عايز المجتمع يخدمه، مش هو اللي يخدم المجتمع. انت خدمة اجتماعية يعني اخصائي اجتماعي، يعني لازم يكون سوي نفسيا، لازم يكون قادر على ان يتحط قدامه مشكلة يبقى يعرف يحلها بكذا طريقة، قادر ان هو يتواصل مع الشخص اللي قدامه عشان يحل له مشكلته، هو ده الاخصائي الاجتماعي. طب احنا دلوقتي عندنا اطفال طالعين عندهم مشاكل بسبب المجتمع اللي حواليهم، بسبب معاملة المدرس الغير واعية بحالته. معلش يمكن هنا برضو ده استفهام، انا ما باخدش قرارات وانا مع حضرتك، يمكن هنا القصد من ده ان هو حس بالمشكلة فهو هيكون اقدر على التعامل؟ لا طبعا، لا طبعا. الكلية التانية تربية، التربية دي كلها دش، كلها حفظ وصم طب هيدخل يطلع مدرس؟ اغلبيتهم الولاد عندهم تلعثم في الكلام، بطيء الكلام، ازاي هيقعد كمدرس يقعد يشرح للولاد حاجه زي كده، يعني الماده اللي هو تخصص فيها؟ ممكن اقول حاجه؟ اتفضل. كأم مش كحد قاعد بيناقش حضرتك وبيسمع، عشان كده انا الحقيقه في حل ان احنا نعذب ولادنا بثانويه عامه بهذا النوع ودو كليه بهذا النوع. ولادنا محتاجين من هذه النوعيه المختلفه. بالظبط. محتاجه نوعية خاصة من مهارات التعلم. يعني هو محتاج مثلا يروح ياخد كورسات انجليزي، محتاج مثلا ياخد كورسات كمبيوتر، هو قادر على مثلا لو هو شاطر في الكمبيوتر يصلح او يعمل برامج، صح؟ حلو قوي. وهو قاعد هو قادر على انه يترجم، لو هو قادر على استيعاب فروق اللغة. هي بتبقى صعبة شوية، بس ما هو لازم ندور على الحاجات. هو قادر على انه هو يعمل لوحات مكلفة، مش كل الفئات هتقدر تعملها. وعشان كده نرجع تاني، احنا بحاجه الى مؤسسة الحقيقه تكون واعيه وتضم بس الفئات. انا ممكن اخليها شويه مش مكلفه، بان انا اخلي الاولاد اللي عندهم مواهب فنيه يلتحقوا بكليه الفنون الجميله. انا واحده خريجه كليه فنون جميله، عارفه كويس قوي ان في قسم من الاقسام، في ثلاث اقسام في فنون جميله تستوعب هذه الاولاد طالما عندهم الموهبه، ان هم هيخشوا هيطلع رسام، هيطلع. بس مش الكل يا مدام ياسمين عندهم موهبه. ما هو لازم في امتحان قدرات. اي لا، ما هو مش الكل، وعلشان كده احنا هنرجع تاني لفكره هناخد. لا ما انت في عندك معاهد فنيه لتعليم مثلا الكمبيوتر والبرمجه وتصليح الكمبيوتر، التليفونات، يعني في معاهد فنيه تانية. انما ما اقولوش انت هتدخل تربيه او هتدخل خدمه اجتماعيه، ده بالعكس هم عايزين الكليات العمليه، صح؟ بس الحاجات الفنيه بس. تعليم فني بشكل مختلف. التعليم الفني بس مش كل التعليم الفني برضو، لان احيانا خلي بالنا ان احنا ممكن نعرضهم لمواقف ما يقدروش يسيطروا عليها. ما هو يعني قدراتهم ما تلحقهمش، ما تسعفهمش لو اتحط في موقف فيه ازمه. ما هو خلي بال حضرتك برضو ان هو هيتحط في هذه الكليه هيحصل له برضو قرار دمج فيها، يعني هيتم الغاء بعض الحاجات المناهج اللي هي لا تتناسب معاه. لا ما هي دي الجزئيه اللي انا وانت مش قادرين نتواصل فيها، ودي جزئيه فعلا لازم يحسمها الابهات والامهات. مش بس الدوله، ولادنا مش محتاجين يتعلموا، يعني مش محتاج يبقى معاه شهاده بكالوريوس وليسانس. لا 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 خالص، لا خالص. ومش محتاجين ان انا ازود اعبائهم عبء ان هم يدرسوا حتى التعليم الفني او خالص، لان انا مدركه ان هو بعد تخرجه حتى لو اتخرج من كليه مدمج فيها او معهد فني، هو قد يتعرض لموقف ما يقدرش يتصرف فيه وهو بيشتغل. بس احنا عندنا مشكله بقى في حضرتك قلت ايه، بيشتغل. لما هيجي يشتغل حاصل على الشهاده الاعداديه هيتحط في الاخر ممكن يبقى فراش. لا دي الشر. لا ما هي دي، عشان كده احنا محتاجين تغيير منظومه تفكيرنا كلنا، امهات وامهات ودوله ومؤسسه ومنظمات مجتمعيه. الموضوع ده موضوع ملف يجب ان يفتح، يعني يجب ان احنا كلنا نبقى شركاء فيه، مش الدوله، مش الاهل، مش المنظمات في المجتمع على الاطلاق. دي مشكله مجتمعيه تخص ولادنا وتخص فئه الحقيقه ما جانتش حاجه في حياتها. انا عايزه اقول لحضراتكم حاجه، ان الموضوع بس مش موضوع مصطفى، صح؟ ده في خبر النهارده كان منشور على البوابه نيوز خاص بالطفل علي، عنده 8 سنين، مقيم بمركز جرجه في محافظه سوهاج، واعاقته حركيه. هو يعني علي زي ما حضراتكم شايفين في الصوره، اعاقته حركيه نتيجه اصابته بشلل نصفي، عائق امام احلامه وطموحاته، لانه للسنه الثانيه على التوالي يقدم اوراقه للالتحاق بالمرحله الابتدائيه،
واللي هو والده الأستاذ طارق نور عبد الله. لكن المدرسة الحقيقة الابتدائية ترفض قبول أوراقه نتيجة الإعاقة. هو السؤال مين من حقه يمنع طفل يتعلم لأنه هو مختلف؟ أين كان شكل هذا الاختلاف؟ إعاقة حركية أو إعاقة ذهنية؟ مين قال إن أنا من حقي أقرر مصير بني آدم؟ ارجعوا حضراتكم تاني وشوفوا فيلم My name is Khan، اسمي خان. الفيلم اللي أم في الهند واجهت نفس المصير مع طفل من الأوتيزم، لكن في لحظة بتقرر هي تعلمه المهارات اللي أنا كنت أنا ومدام ياسمين بنتكلم عليها. محتاجين الحقيقة تغيير تفكيرنا كلنا، مش علشان إحنا أحسن، مش علشان إحنا أفضل. يمكن مصطفى أفضل مني وأفضل من ناس كتير الحقيقة. محتاجين إن إحنا نبقى فاهمين إن إحنا ما اتخلقناش كده بإرادتنا، ومصطفى ما اتخلقش كده بإرادته، فما نزودش الحقيقة همه لما يبقى كمان نفسه يعني يعمل حاجة. مصطفى أنت نفسك تكبر تبقى إيه؟ أبا تلعب كاراتيه، بترسم، نفسك تعمل إيه لما تكبر؟ طيار. طيار؟ طيار تطير بالطيارة؟ اه. اشمعنى؟ عشان اتحلس واطلعهم، عشان تاخد تصفرهم تصفر يعني. الناس وتطلعهم فوق في السماء. بس الطيارة بتبقى خطر يا مصطفى يعني على 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 على, على أي حد. عايزة شغل كتير، وعايزة بقى حاجات علمي كتير وحسابات، صح؟ أنت ممكن تركب طيارة، صح؟ ركبت طيارة قبل كده؟ لا. ان شاء الله لما تسافر في بطولات تانية بره هتركب الطيار. ان شاء الله حبيبي. طب نفسك تعمل ايه تاني غير انك تكون طيار؟ نفسي ادخل البوليس. البوليس كمان؟ كله صعب كده. يعني هو كله صعب كده، مفيش اي حاجه. مش عايز تبقى رسام، مش عايز تكمل في الكاراتيه؟ لا. يا لا. بوليس يا طيار. اه. طب لو ما دخلناش الاثنين دول؟ مهندس بقى اي حاجه. اي مهندس بقى اي حاجه. ماشي، هنشوف الموضوع ده. ماشي، بس انت تقدر تعمل كل حاجه، صح؟ انت تقدر. صح. انت بتذاكر كويس وبتساعد ماما، صح؟ ولا بتتعبها في المذاكره؟ قوم ذاكر يا مصطفى. لا مش هذاكر. قوم ذاكر يا مصطفى. مش هذاكر. بالعكس خالص. بالعكس. لا والله. طيب ربنا يبارك فيك يا مصطفى. انا الحقيقه مبسوطه ان انت كنت معايا النهارده، انت وماما. أنا الحقيقة عايزة أقول حاجة بس على الهواء. مدام ياسمين النهاردة على الفيس لقيتها بعت لي رسالة بتقولي هو حضرتك من دمنهور؟ فأنا قلت لها آه، إيه ده، دي دمنهور بلاد النور. قالت لي أصل أنا عمتي كانت السيدة تاج رستم وكيلة مدرسة دمنهور الثانوية بنات. فورا وبلا تردد رجعت الذاكرة لسنة 1985 84 85 السنة اللي دخلت فيها مدرسة دمنهور الثانوية بنات علشان أتخرج منها سنة 1987 وأدخل كلية إعلام جامعة القاهرة. افتكرت ميس تاج، الست الرقيقة الراقية اللي كانت وكيلة المدرسة. أنا بكيت لما قريت الاسم. الحقيقة العزيزة أستاذة ياسمين بعتت لي لينك الصفحة بتاعتها على الفيسبوك. دخلت علشان أبعت رسالة، ولسه بفتح الرسالة بتاعتها لقيتها للأسف بعتالي رسالة من أكتوبر 2015 بتقولي بنتي الحبيبة أنا فخورة بيكي. أنا بكيت. اليوم ده الحقيقة بالنسبة لي يوم مهم، لأن ميس تاج افتكرتني وسط بنات كتير قوي في أجيال كتير قوي عدوا عليها. أنا اللي مدينة لميس تاج، ومدينة لميس سلوى حميدة، ومدينة لأستاذ ناجي أستاذ التاريخ، ومدينة لأستاذ فيصل أستاذ الجغرافيا في مدرسة دمنهور الثانوية بنات، مدينة لأستاذ علي زين الدين أستاذ الإنجليزي، مدينة لأفاضل علموني مش العلم بس. لو أنا بتكلم بالمنطق ميس سلوى حميدة اللي درست لي الفلسفة والمنطق، لو أنا اتعلمت الاحترام صحيح ان امي وابوي علموني، لكن كان شركائهم في التربيه ميس تاج وكل مدرسيني. تحياتي للعظماء الافاضل اللي ساهموا في التربيه لاجيال كانت لسه مختلفه، كان لسه فيها معاني تانيه.
انا فاكره كويس ان في يوم كان عندي الاذاعه المدرسيه وانا غلطت على الهوا، على الهوا انا غلطت في الميكروفون، وكنت عايزه اقول، سالت سؤال وبعدين حصل سوء تفاهم بشع. ميس تاج اخذتني الاول في حضنها وقالت لي انا عارفه انك ما تقصديش بس لازم تعتذر يا نشوى. فالحقيقه كنت شايفه ازاي اني انا هعتذر، لكن اعتذرت، والفضل لميس تاج، اعتذرت للجميع في ميكروفون المدرسه ان انا ما كنتش اقصد. من يومها اتعلمت اختار الفاظي بدقه علشان محدش يزعل ومحدش يفهم غلط. كل تحياتي لكل الطيبين والمدرسين والكباتن اللي بيقوموا بأدوارهم معانا في الحياة ومع الأجيال، بيفضلوا فاكرين ناس مننا. تحياتي لكابتن صلاح، وتحياتي للميس اللي بتدرس لك، اسمها ايه؟ ميس صفاء. تحياتي ليها مصطفى، وتحياتي ليك انت، شرفتني النهاردة، نورت البرنامج، والحقيقة ادتني أمل بالكاس ده. أنا ممكن أخده؟ لا خلاص بقى، لأن أنت كل حاجة عادي كده يعني. لا مبروك عليك يا حبيبي، عقبال مليون كاس يزينوا المكتبة ببطولات أنت تعملها، لأنك أنت تقدر تعمل حاجات حلوة تساعدنا بيها. عزيزة ياسمين رستم، شرفتينا بالتواصل مستمر، لأن الملف مهم. يا ريت. وبكرة إن شاء الله إحنا عندنا معاد مع الأستاذ بشير حسن في وزارة التربية والتعليم، لازم يتنقل له الحقيقة الكلام ده، وإن شاء الله يتحل مشكلته هي ومشكلة الطفل الحقيقة علي طارق عبد الله من مركز جرجة في محافظة سوهاج. تحياتي لحضراتكم، كملوا الحياة وكونوا ممتنين للنعم اللي في ايديكم، وكونوا شاكرين وممتنين لكل اللي حواليكم وبينوروا الطريق. الحياه تستاهل انك تختار فيها طريق الطيبين مش طريق الاشرار. الفيصل الوحيد في اختيارك وتمييزك للي حواليك هو طيب ولا شرير، غير كده مالكش اي حاجه عند اي حد خالص. تحياتي لحضراتكم، واشوفكم الجمعه الجايه. رمضان بيخلص لكن لسه في حاجات كتير ممكن نعملها. تحياتي.